في عجمان وتحت رعاية صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مساء أمس الخميس بمربط عجمان رؤية عجمان 2030، والتي تعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخارطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل. وتؤكد الرؤية الجديدة على موائمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية والجاهزية للمستقبل والتزام الإمارة بمستقبل أساسه الإنسان. وتحدد الرؤية توجهات وأهداف الإمارة، ومنها بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش وبناء مجتمع شامل متماسك ومتمكن. وجود الرؤية هذه بتوجيهات صاحب السمو الوالد شيخ حميد الله يحفظه، أن نبني رؤيتنا وخططنا المستقبلية في الإمارة على الأشياء اللي توائم توجهات الدولة بصفة عامة واحتياجات الناس. فهذه يعني تقريبا أهم الأشياء اللي الرؤية توجهت عليها. الكل شريك في هذه الرؤية، سواء كانوا موظفين مقيمين، حتى يعني الناس اللي من غير القطاع الحكومة هم شركاء في هذه الرؤية، وكل بتكاتف وتعاون الجميع إن شاء الله بتطلع الرؤية وبنوصل إلى الأهداف المرجوة من هذه الرؤية.